فيش ما وفيش إلا مكان. بيت راح، أنا ماليش بيت، بيت راح، جوز راح، الله يعلم بعد. هم قالوا لنا المواصي آمنة، أجينا على منطقة الأمان، أي أمان؟ فيش مكان في غزة أمان. هم اللي قلنا روحوا على مواصي خان يونس أمان، إحنا أجينا على نيابة على كلامهم، لحقونا كمان في الخيام. تفضل ادخل على الخيام، يقول هي شظايا، وهي شظية حتى، هي شظية. أنا دخلت خيمتي لقيت هي الشظية، بحمد الله إن أنا إلي مكان برا الخيمة هنا أقعد على جانبها. هذه هذه تنضرب في خيمة، شو ذنبنا إحنا؟ هو الله كتب علينا الغلب والتعب والشقى، أكم سنة وإحنا زي هيك تلوكتيش. بس مرة يطلعونا، يطلعونا مرة، يتفقدونا مرة، يقولوا حرام والله هدول انظلموا، ويوقفوا معانا إيد واحدة. منفعل زيك ده، إحنا تعبنا قسما بالله العلي العظيم. الموت أشرف من العيش اللي إحنا عايشينها، قسما بالله الموت أرحم، الموت أرحم، الموت أرحم. هذا لما تيجي في طفل صغير إيش بصير فيه؟ خيمة مزعت، إيش حال إنسان؟ إيش بدي يصير فيه؟ كله كذب، كله كذب على الفاضي، 10 شهور على الفاضي قعدناه هنا وصورناه. كان حدث مروع، كان انفجار. انا اول مره اسمع في الانفجار، انفجار هائل كبير، يعني لما تقول انا مش برميل كذا، برميل نزل على الارض، الارض زي بتقول تفتح وتطلع، طلع زي الرمل. فجاه لقيت الخيمه وقعت، كان عندنا خيمه، الخيمه وقعت والرمل وقع فوق الخيمة. لقيت منا مدفون، يعني تقريبا نص اللي مدفون ايده ومدفون رجله. فطلعت للحجة في بدايتها لانها مرة كبيرة مسنة، بعدين طلعت الاطفال واخذوها زحف. عدنا بنائها لانه بدنا نروح على المنطقة وننزح، تكاليف النزوح كبيرة، وحنروح على منطقة احنا زي ما ظنينا المنطقة دي آمنة، حنظن المنطقة دي آمنة، لكن حتكون برضو مش آمنة نفسيا. فاحنا قلنا هذه المنطقة انضربت، ممكن ما تنضربش، الله أعلم. فالناس أجمعت كلها، قالت بدنا نضل في المنطقة هذه لأنه وين مكان فيش أمان، بدنا نضلنا، وإحنا وكلنا أمرنا لله، واللي العمر بعيش ما بتهينه شدة. أنا مهاجرة، كنت في 48 وطلعنا، هجرنا كم سنة وطلعوا اليهود ورجعنا لوطننا، ما عملوا فينا هيك للأمانة، فاهم كيف؟ هذا شيء رهيب يما، يعني اللي انقطع راسه، اللي انقطعت ايده، الأطفال ذنبنا، احنا شعب عزل، ايش عشنا؟ ليش ما بدنا نعيش احنا؟ لازم الدول تعرف احنا ايش ذنبنا. احنا بنمشي على اوامرهم، انتقلوا من هذه المنطقة، انتقلوا، اخلوا اخلوا، ما تخلوش تخلوش. ما بنعرف ليش هم ضربونا ولا بنسأل. احنا جماعة غلابة وقاعدين بناكل وبنشرب، شايف كيف؟ ما بنفكر في شيء ومسالمين. طب المرة اللي زي انا ايش عاملة؟ الاطفال يما. مناش بيوت، الله اكبر، ايش احنا حيوانات؟ هم عندهم الحيوان احسن منا، لازم يعرفوا هذا القانون. الدول اللي برا وامريكا هي اللي عامله حالها هي سيدة العالم، مش لازم ترضى فيه هذا.